أهلا بكم. الوضع المالي احتل صدارة اهتمامات مجلس الوزراء اليوم، وأولى الثمار كان تثبيت متطوعي الدفاع المدني بعد أن أعلن الوزراء قبل دخولهم رفضهم فرض ضريبة 5000 ليرة على صفيحة البنزين، وتعاود الحكومة نشاطها على وقع الهدوء الذي حل في الملف الرئاسي المؤجل إلى أجل غير مسمى. وفي سوريا تتصاعد حدة الاشتباكات وفرار الآلاف من حلب باتجاه تركيا، وروسيا تتحدث عن خطة حل طرحتها على واشنطن وتنتظر ردا. والبارز اليوم كان إعلان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خروجه من الحكومة الفرنسية دون توضيح الأسباب. عن هذه المحاور أتحدث اليوم مع ضيفي الكاتب السياسي الأستاذ أسعد حيدر. أهلا وسهلا فيك أستاذ أسعد. رح بلش من الشأن المحلي، يعني هذه الحكومة التي تعاود النشاط تبحث عن وضع المالي، نتحدث عن فرض ضريبة 5000 على البنزين لتمويل الخزينة، كله يجري بوقت الاستحقاق الرئاسي في الثلاجة. يعني هيدا، هل سنبقى في هيدا ستاتيكو المحلي حاليا؟ مهم نضلنا هيك، ما ننزل أكثر، ما يتدهور الوضع أكثر، لأنه الوضع الاقتصادي عم يختنق. الوضع السياسي حكي بدون نتاج، انتخابات رئاسية مؤجلة بالقليلة للربيع الجاي القادم، يمكن يبلش الحكي فيها بالربيع القادم. فعلى الأقل لماذا الربيع القادم؟ يعني مربوطة باي استحقاق؟ بس نقول انه الاجتماع الحكومة اليوم اكسجين جديد من وقت لآخر، حتى لا تعلن وفاة الدولة، بس بدون نتائج فعلية كبيرة. كله مشلول، رئاسة غايبة، كله مشلول للأسف يعني. أما لماذا رئاسة مؤجلة؟ الوليد بيك جنبلاط قال كلمة أنه رئيس جاي على سجادة فارسية، يعني هو التوصيف قوي كتير، لكن من الواضح حتى الآن أن قرار انتخاب الرئيس اللبناني اجت فرصة تاريخية للبنان في بداية لينتخب لبنان رئيس لبنانيا، ولكن تم تضييع هذه الفرصة بلبنانة الرئاسة، وعادت انتخاب الرئاسة إلى الخارج. اليوم انتخاب الرئيس القادم يتوقف على التفاهم السعودي الإيراني، خارج هذا الاتفاق لن يتم انتخاب رئيس جمهورية، وهذا لن يتم أو لن يتم البحث فيه حاليا، لأن إيران مقبل على انتخابات حساسة ودقيقة في 26 شباط. على ضوء نتائج الانتخابات يتم مسارات السياسية الإيرانية، وبما أنه إيران يعني سيتم الدورة الأولى 26 والدورة الثانية ما معروف إذا قبل 20 أذار ولا بعد 20 أذار، يعني المعروف أو مش كلنا بعشرين أذار بيكون عيد النوروز يلي هو العيد السنوي تقليد إيراني، فالدولة كلها بتروح عطلة بين 10 و15 يوم، حتى الصحافة بتوقف أكثر من أسبوع. فكمان إحنا لأول نيسان، حتى لو الدبلوماسية تحركت، بس كله يتوقف أيضا على تطور الوضع في اليمن وفي سوريا. قد يكون الحل بأنه يتم تهدئة الوضع، يعني مش تهدئة، يكون نوع من الحل العسكري المؤقت في اليمن، بحيث انه قوات الشرعية تدخل على صنعاء. واليوم بسوريا
الوزير الخارجية روسيا عم يحكي عن انتصار عسكري ممكن في سوريا المفيدة يعني المدن، وبصير نوع من التفاهمات اللاحقة. بناقشك أستاذ أسعد، بس بنستمع لوقائع المؤتمر الصحفي لوزير الصحة وائل أبو فعور ونعود للمتابعة. معنا إلى مقررات مؤتمر صحفي لوزير الصحة، تحدث عن H1N1، خلاصته لا داعي للهلع حاليا والوقاية ضرورية. أستاذ أسعد، لنرجع لموضوعنا، حكيتني عن محطة فاصلة فينا نقول بملفات المنطقة وهي الانتخابات الإيرانية وما بعد إلى فترة الربيع، بداية الربيع، ولكن يعني التجربة اللي صارت بعد عودة الإصلاحيين إلى الحكم في إيران وغيرها تبين أنه على الرغم من بعض الامتيازات أو التغيرات بين إدارة وأخرى، إلا أنه العناوين الأساسية لا تتغير بالسياسة الإيرانية الخارجية. أولا، ما عادوا الإصلاحيين على السلطة، في فرق كتير، إصلاحيين أبوا بالإقامة الجبرية أو ما يعني ممنوع يتحركوا، اللي إجا على السلطة هن برئاسة رئيس حسن روحاني أن المعتدلين والوسطيين، وفاتوا على يعني إجا على السلطة على رئاسة حسن روحاني، ومجلس الشورى ما زال بيد المحافظين المتشددين لأنه الأغلبية المطلقة لهم الانتخابات السابقة، فحركته كانت محدودة أولا، ثم رئيس روحاني وفريق عمله كله انشغلوا طوال السنتين بالمفاوضات مع الأمريكيين حول الملف النووي الإيراني ونجحوا في ذلك، واليوم إيران عم تستعيد أموالها و يعني تهتم بالوضع الاقتصادي. ما فينا نحكي عن فشل، فينا نحكي عن نصف نجاح، النصف الفشل مسؤول عنه الإدارة المتشددة من جانب المرشد وخامنئي ومجلس وين في فشل برأيك؟ الفشل وين بأي ناحية؟ إذا بنسميه فشل، أنا ما بقول فشل بالنسبة لنا، نجاح فشل بالنسبة لنا نحن، أنه السياسة الإيرانية ظلت متشددة واعتمدت التدخل السلبي في البؤر المشتعلة على مساحة الشرق الأوسط، فلذلك هن بالنسبة لهم نجاح لأنه قدروا وصلوا للاتفاق النووي مستخدمين الضغوط الحالة البؤر المشتعلة في المفاوضات مع الأمريكيين، لكن دون الدخول في مفاوضات معهم حول حلها، لأنه كمان إيران بتعتبر أنه الإدارة هاي اللي وقعت الاتفاق النووي عملت ما عليها، أي الإدارة الأوبامية، لا يمكن حل مشاكل ضخمة بحجم سوريا واليمن والعراق إلا مع إدارة جديدة قادرة على تنفيذ تعهدات الطول الأربعين. فلذلك أيضا يجب انتظار انتخابات رئاسية في أمريكا وتسلم الإدارة الجديدة في 20 كانون أو في 20 كانون تاني من العام 1917. المنطقة كلها معلقة على احتمالات كبيرة بما فيها لبنان، يعني مش بالضرورة لبنان بنيسان يصير الحل، وإن كان ممكن يكون بداية، ولكن كل المنطقة معلقة على ربيع 1917 للأسف، حيث يمكن الحديث أو يمكن بدأ وضع حلول تشارك فيها الإدارة الأمريكية وتقرر فيها الإدارة الأمريكية، والإدارة البوتينية الأيسر بموسكو. يعني هل يفهم أنه حاليا الإدارة الإيرانية الحالية غير مستعدة للدخول في حوار مع المملكة العربية السعودية حول ملفات؟ مستعدة، أعلن عدة مرات أنها مستعدة، لسه السعودية ما قررت لأنه الوضع موازين القوى ما بتسمح كتير للتفاوض، يعني ما في حدا بيقعد مع التاني وبيتفاوض معه وهو في طرف من الطرفين عم بيحقق تقدم على الأرض. لذلك يجب كمان انتظار المتغيرات والتغييرات في البؤر المشتعلة. اليوم سوريا
اذا ظلت هيك من هلا لثلاث اشهر او يمكن اقل، سوريا المفيده يعني الممتده من اللاذقيه الى الشام، حمص الشام، ستصبح بيد الروس روسيا وايران، روسيا وايران. ما بقى في شيء للنظام، لا بقى في حدا. النظام بينفذ طبعا، بيرفعوا له ايده وبيطلع الاسد بيحكي بمجلس النواب والشعب بقول انتصرنا، بس هيدا الانتصار الحقيقي بيكون لا ايران وروسيا، ايران على الارض وروسيا بالجو. الارض على الارض على الضبط، المعادله هيك، ايران على الارض وروسيا بالجو، وبتصير سوريا مفيده وسوريا المصوله يعني الصوماليه يعني حيث توجد داعش في الصحراء، وهيدي بيكون حققوا الهدف الاساسي الروس والايرانيه، انه حرب ضد داعش بتصير حرب دوليه ويصبح الكل مدعو للحرب ضدها في هذه الصحراء. رح فوت بعيد التفاصيل بالواقع الميداني السوري، ورح احكي بموضوع فابيوس. هل برايك له تبعات وهل له خلفيات سياسيه موضوع الاستقاله؟ لا ابدا. مقرر انه فابيوس لوران فابيوس يترك وزاره الخارجيه منذ اكثر من شهرين، وكان التاريخ معروف انه قبل 15 يقال انه سيعين رئيس للمجلس الدستوري. نعم، رئيس المجلس الدستوري سيصبح رئيسا للمجلس الدستوري، من اعلى المناصب يعني رئيس الكونستيتيونيل، هو من اهم المناصب. نحن ما بيعني لنا شيء لانه ما بيهمنا لا الدستور ولا النظام. صحيح، بفرنسا كثير مهم هذا الموقع. فمقرر من اكثر من شهرين، ومعروف انه قبل 15 شباط بده يقدم استقالته. على كل في جميع الاحوال حتى ما حدا يبلش يبني صوره على رمال، السياسه الخارجيه بفرنسا الرئيس هو اللي تقريبا بخططها، هذا الوزير بينفذها. هلا قد ايه الوزير قوي بيساهم ببلورتها باعطائها لونه هو الخاص، ولكن القرار بالنهايه لرئيس الجمهور. بدي احكي بموضوع السياسه الفرنسيه ايضا، بدي اخذ فاصل عليه القصير وانا اعود للمتابعه. عوده لمتابعه الحوار مع ضيفي الكاتب السياسي الاستاذ اسعد حيدر. كنا عم نحكي عن السياسه الخارجيه الفرنسيه وكيف لا تتاثر بوزير خارجيه بل يحددها رئيس الجمهوريه. اليوم الم تتغير نوعا ما السياسه الفرنسيه بعد الاحداث الدمويه التي حصلت في باريس والحديث عن حلف دولي لمحاربه داعش؟ شفنا فرانسوا اولاند في روسيا، شفنا الحديث عن اولويه اصبحت محاربه داعش وليس اسقاط الرئيس بشار الاسد. يعني فرنسا عندها سياسه ثابته، اليوم ما حتتغير لا بوجود فابيوس ولا بغير فابيوس. انا قلت تتغير لونها وحركتها، الوزير هو بيعطيها اللون ولا لا، لكن الصياغه الاستراتيجيه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ما زال يشدد على انه سوريا المستقبل يجب ان تكون بلا الاسد الحل. ولكن هلا حاليا قد ما كانت العين قاشعه الايد قصيره، العين بصيره والايد قصيره بالضبط. ففرنسا واقفه مع الشعب السوري منذ البدايه متضامنه ومتكافله، ولكن ما فيها تتخطى حواجز عديده، منها الموقف الامريكي الجامد واللي كان منذ البدايه رئيس اوباما شعاره واستراتيجيته يدبحوا بعض. كل ما دبحوا بعض بالعراق وبسوريا وباليمن، وهذا انا المستفيد. صحيح، لاول مره بتاريخ امريكا بيخوض حرب حقيقيه بدون كلفه لا بشريه ولا ماليه، مثل كانه عم بيلعب لعبه فيديو، والخسائر ما بتعني شيء. صحيح، مطلقة. ف وبوتين هو اللي عم بيحرق ايديه بالكاستل بالنار، ممكن يحقق انتصار بعد ما شيشن من شيشان يعني سوريا، ودرب طيرانه على ميدان مفتوح، حربي مفتوح،
لكن بدون دفاع جوي يعني تدريب ناقص. لو كان في دفاع جوي ما كان بيكون هالقد هجومه فعال. غياب الدفاع الجوي عن الأرض منحوا هذه الحرية المطلقة. يعني حتى لو قال أنا عم درب جيشي تدريب ناقص. فكل هيدا بيأثر على الوضع ممكن ينتج تغييرات، لكن ما في شيء نهائي ولا ثابت ولا مؤكد في الجبهة السورية لسبب بسيط. يمكن أنا من زمان كتبت أنه سوريا الحرب فيها تكاد تشبه حرب الشياح عين رمان عنا بالحرب 75، لكن على مساحة أكبر. يوم بيتقدموا الشباب ويوم بيتراجعوا، وبيجي التليفون بيتم التراجع. يعني ما مش بالمؤكد كل هاي الانتصارات. تركيا هلأ خاسر كبير لكن ما في مؤكد انه ستخسر الى النهاية. ايران منتصرة مع روسيا ما في شيء مؤكد، لانه اذا قامت بقرة او جو يعني فينا نقول ولاية كردية في سوريا زائد كردستان العراق، بعدين بده يلحقها لتركيا ولايران. حتى الايرانية واعيين هالشيء، وانه اذا صار تقسيم للعراق لثلاث ولايات وبكى لسوريا، سوريا المفيدة وسوريا الكردية وسوريا الدرزية وسوريا الداعشية، ما ممكن الا ما يلحق التقسيم للكل. والتقسيم يعني دولة كردية لتركيا مثل اذا تم قطع ارجل انسان. دولة كردية او ولاية كردية او حركة كردية في ايران مثل اذا قطعت ايد اليمين للايرانية. فلذلك الكلام عن تقسيم جديد بالمنطقة بعد اذا فعلا موجود هذا القرار أمامنا حروب لـ30 سنة. اليوم هل برأيك بعد اللي صار بجنيف 3 وعدم الاتفاق على أي آلية أو صيغة حوار أو حتى لوائح مشتركة، هل يمكن القول أن الكلمة أصبحت للميدان؟ ومن هون عم نشوف هذا الانتصار مثل ما سميته حضرتك إيراني روسي بتكثيف الضربات، وأيضا حديث عن قوات برية سعودية وعربية بسوريا. هل أصبح الحل اليوم يفرضه الميدان؟ من الأساس خاضع للميدان. من سنة كانت المعارضة عم تتقدم، اليوم الروس عم يتقدموا هن والإيرانية. بكرة إذا فاتت السعودية وتركيا، لأنه السعودية لوحدها ما بيكفي، كمان بصير في تغييرات. فالوضع الميداني هو اللي بيرسم بالنهاية خريطة الحل. خريطة الحل ما في حدا حينتصر بسوريا. انتصار ناجز ما في. حتى لو بكره وقف بوتين وخطب مجلس الشعب في اكثر من هيك، او اجى الرئيس حسن روحاني وخطب مجلس الشعب، او قائد الحرس الثوري وخطب مجلس الشعب، لن يتغير الكثير، لانه سوريا ستبقى مشتعله هي والعراق. اما لاسباب سياسيه معارضة وهذا، وأما لأسباب مذهبية. للأسف في قلب هذه كرة النار هذه في المنطقة توجد كرة نار أخرى مذهبية سنية شيعية، ومن الصعب جدا حتى لو بقي 10 ملايين سوري رافضين للحل، فهن كل مالهم حيتجوا نحو داعش. لأنه داعش بتصبح الملاذ الأحباط والسقر. كمان سيرفض الحل السياسي سيكون وجهته تنظيمات المتطرفة. ممكن يصير يجوا الروس ياخذوا سوريا المفيدة هذا، تبدأ حرب عصابات كبيرة. يعني أنا بقول يمكن كله، ما في شيء مؤكد ولا ثابت ولا نهائي. طيب اليوم روسيا عم بتقول إنه قدمت صيغة حل لواشنطن، خارطة الطريق،
لحل الأزمة السورية. من فترة كمان سمعنا كان في نوع من تسريب لوثائق عن خطة أمريكية أيضا للحل في سوريا تمتد إلى العام 2017. هل اليوم في حوار جدي أمريكي روسي على صيغة حل، أم كما كنت قلت سابقا اليوم الإدارة الأمريكية منا جاهزة لتفوت بأي تسوية؟ يعني الاتصالات بتضل مستمرة بس ما في شيء على الطاولة. يعني كيري ولافروف بيحكوا بس ما في شيء، خريطة على الطاولة ما في، بدون خريطة كيف بده يتم الحل؟ ما في قرار، حتى قرار أمريكي قرار روسي ما في. هيدي شو القرار الروسي اليوم بقول لك؟ قد يمكن أن يكون الحل العسكري، خطر الحل العسكري قائم، خطر الحل العسكري. شو الحل المطروح روسي؟ ما في حلول هلا، ما في. الكلمة الآن للمجازر ونقطع السطر. ما في يدب. كل اللي عم نسمعه اليوم عن حلول، عن اليوم كتير بلشنا نسمع أنه أصبح الحل السوري على قاب قوسين بعد جنيف وغيره. حكي كله تقطيع وقت، تقطيع وقت للمدافع تضل تحكي، العمل الفعلي للمدافع وللطيران طبعا. الطيران هو اللي عم بيحكي، نحن عم نختصر المثل بالمدافع لأنه هيك المثل، إنما الحكي للطيران والمدافع. هي اللي بت هيدا. كيف بدك تقنعي؟ قد لو بقي بالآخر 10 ملايين سوري، 10 ملايين من 25 مليون ما قبلينين بالحل، يعني الحرب مستمرة، مليون الحرب مستمرة. إذا لم تقضي على آخر داعشي وتجيب قائدهم تعلقي له المشنقة بساحة المرجر أو بساحة بغداد، ما في حل، ما في حل داعش. وقد يولد الأحباط واليأس والشعوب الهزيمة أخطر من داعش. فتكون داعش ماشي مثل ما كان يقولوا القاعدة هي قمة الإرهاب. وين القاعدة اليوم قبيل داعش؟ ولا شيء. وويل للعالم وخصوصا أوروبا وأمريكا إذا داعش فاتت بالحرب الخارجية. صحيح، الإرهاب مش العفو، والخطر وصل لعندهم على أوروبا وعلى أمريكا بعقد دارهم. أستاذ أسعد كمان بدي أطشك مرة تانية، بننتقل مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستماع إلى مقررات يتلوها وزير الإعلام. إذا استمعنا إلى وزير الإعلام رمز جريش الذي تلا مقررات مجلس الوزراء التي كانت مخصصة اليوم لدراسة الوضع المالي. نعود إلى الحوار أستاذ أسعد، اليوم خريطة التقدم الروسي الإيراني مثل ما حضرتك قلت وليس الجيش السوري، هل له من بمشاركة الجيش السوري طبعا، ولكن النصر يمكن سيكون لإيران وروسيا، هل له من دلالة معينة؟ يعني موضوع الريف باللاذقية، التنظيف، حمص، الحلب اليوم، وأيضا الحدود اللبنانية، يكون الحل على بإقامة سوريا المفيدة. وهذا الحل معناته بيفتح الباب نحو إقامة ولاية ما بعرف شو بدو تسموها، كردية وأخرى درزية و دويلات سوريه على اساس دويلات امارات. ويتحقق بذلك الكلام عن تقسيم سوريا. مع انه بجنيف 2 كان اول بند واهم بند ركزوا عليه هي موضوع سوريا موحده، اساس جنيف 2 وحكي بجنيف 30. بعد في تطورات كثير، ما في. انا بذكر سنة 84 أحضرت مؤتمر لوزان مشان لبنان بال 84، بقيت الحل الحرب انتهى ب 20 أدار بال 84، قد إيه لأيمتى لأخذ الحل؟ صحيح. وهيدا لبنان، لا كان في روسية ولا كان في أمريكا ولا في حدا على الأرض، هلا في الكل. فنسي جنيف 2 ونسي جنيف 3 وحكي بجنيف 30 لتعرفي شو بده يصير. طيب اليوم وين تكون؟ بعد سؤال اخير، عم نحكي اليوم من يرسم الحل روسيا امريكا، هل من دور ايراني ايضا لانه اصبح بالميدان؟ وين دور السعوديه؟ وين دور باقي الدول؟ ايران اساسها اساسيه، ما يعني مش ملحقة بروسيا، ممكن روسيا تأخذ حصة منها
أو هذا، ولكن منا ملحقة بروسيا، هي لها حصة. وأهم شيء بالنسبة لإيران المحافظة على حزب الله وحماية ظهره لبنانيا وتقوية موقعه في إدارة السياسة اللبنانية. هيدا الجانب اللبناني من إذا بدك هيدا السؤال الحقيقي اللي بدك إياه. فهيدا لا شك أنه إيران هدفها أساسي من الحرب، هدف أساسي من الحرب بسوريا من مشاركتها. حزب الله إذا انتصرت إيران بسوريا سيتضاعف قوته في لبنان، خصوصا أنه دفع ثمن غالي جدا. جيت السفير كشفت أنه خسائره بلغت أكثر من 1000 قتيل في سوريا، يعني أكثر من عدد شهدائه ضد إسرائيل في المقاومة ضد إسرائيل. فهذا كله له ثمن، أهم ثمن أنه إيران تتعهد حماية ظهر حزب الله وتقوية مركز ونفوذه داخل السلطة اللبنانية. وهذا بيأثر كله على المعادلات، انتخاب رئيس الجمهورية، صحيح، تشكيل الحكومة، موقع وزراء حزب الله بالحكومة، كله هذا له محله. بس هذا كله معلق بانتظار الحل الشامل على الحل الشامل. شكرا لك أستاذ أسعد، للأسف وقتنا انتهى. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.